Bye, everybody. Bye. Bye. Bye, bye. صباح الخير يا عديلة. صباح الخير يا بيبس. ايه اللي صحك بدري؟ وانا كنت نمت عشان اصحى. وما نمتش ليه؟ من اللي عملت فيها في فلوسك امبارح. اعصابي باظه تطار النوم من عيني. انا كمان. بس العب يا رب تستحد محلك هد وعرفت. طب ايه اللي جابرنا بقى نبوظ اعصابنا بالشكل ده؟ يا عديلة الجوازة ولا حل مشكلتنا؟ المشكلة مش مشكلة الجواز. ما مشكلة ايه؟ المشكلة ان وصلتني الموافقة على الدورة التدريبية في المانيا لمدة 3 شهور. ها؟ بعرضك بعرض. شيل الحكاية دي من دماغي خالص. تحب انتحر فورا وقولوا عليا شهيد عديلة؟ ان شاء الله. بس انا دخلت 7 دوخات علشان افوز بالدورة دي. طيب يا حبيبتي نتجوز وبعدين سافر الدورة. ازاي بس الدورة هتبتدي 9 الشهر الجاي. جميل، نتجوز النهاردة نقضي شهر العسل وبعدين تسافر براحتك. يا سلام، معقول نتجوز النهاردة؟ لا لا يا عديلة. الله. حضرات السادة الركاب، نقترب الآن لمطار الغردقة. نرجو من سيادتكم ربط أحزمة المقاعد ووضع المقعد في الوضع الرأسي. شكرا. مادموزيل تربط الحزام من فضلك. أنا سمعت وأنا حرة بقى أربطه أو ما أربطوش. بس بعد إذن حضرتك دي قوانين دولية. مش هتخاف عليا أكتر من نفسي. الحمد لله على السلامة يا نسعي. عمتي مالها؟ سلمت ألف سلامة. هي عندها إيه؟ أنا عايز أسألك يا أبو مخك فين؟ يا فندم دي بخير، دي لسه فطرانة طبق فول بالزيت الحار وفحل بصل. وإزاي تأكلوها الأكل ده وأنتوا عارفين عندها المصنع الغليظ؟ هي كده طول عمرها همها على بطنها. أنا مش هقول لها الكلام ده. لا قول. هقول مش هقول. هات المفاتيح. هات الشنط وحصلني. ايه؟ رايح فين؟ الساعة 2 الظهر لازم اكون عند الكوافير. بعد ما توصلني تدور على المأذون علشان كتب الكتاب. بعد كتب الكتاب هخطفك على البيت على طول وهنفضل محبوسين فيه طول شهر العسل. هتقدر يا بابس تستحمل الحبس لمدة شهر؟ يا عديلة بقالي سنة بترجاكي اننا نتجوز. بقيت هامل زي لعبت الكره الاحتياطي، واقف على الخط بقالي سنه عمال اسخن. نفسي بقى انزل الملعب واجيب جون 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 واحد جون واعتزل. تعملوا ده يا حيوان؟ حيوان؟ حيوان، عشان الحيوان بس هو اللي ما بيقدرش يتحكم في غرايزه. يا ستي احنا متاسفين. تسمحي لي افسر لك الموقف. الست دي انا وهنا. انت غلطان ومش من حقك تتكلم. هو اللي راكب عربيه مش لازم يحترم ادميه الناس ولا يشتمهم. ده الطريق قدام سيادتك واسعه. ده فعل فاضح في الطريق العام. اتفضل معايا على شرطه الاداب. وانت بقى تيجي معايا شرطه مرور، لان في حاجه اسمها اداب مرور. وماله؟ يلا عباس. ولا شرطه اداب ولا شرطه مرور، احنا بالشكل ده مش هنتجوز. احنا اسفين يا مدمزيل، حقك علينا. والهمجي بتاعك ما يعتذرش ليه؟ اول مره اشوف واحده حلوه قليله الادب. انا قليله الادب يا همجي يا متوحش؟ طب انا بقى هوريك قله الادب تبقى ازاي. Thank you.
ازيك؟ الحمد لله. مالك يا كابتن؟ مالي عليك زعلانه قوي. اول مره حد يطول لسانه عليا. يا خبر، في راجل يقدر يطول لسانه على عصمت وهبي؟ ما هو همجي متوحش. الهمجي المتوحش ده عمل فيك ايه بالظبط؟ هو يقدر؟ ده انا كنت فشفشت عضمه. امال بتقولي عليه كده ليه؟ هتصوره؟ لقيته ماسك واحده ست في الشارع وعمال يبوس فيها، كان هيقطع شفايفها بسنانه. هو فين المتوحش ده واحنا نروح ناخد لك بتارك منه؟ انا اقدر اخد بتاري منه. قولوا لي عملتوا ايه مع شله التوفيق؟ دفعوا الفلوس اللي عليهم؟ ابدا ما رضيوش يدفعوا، واتخانقوا النهارده ودخلوا الساونه والبخار بالعافيه. العالم دي لازم تتربى. يتربوا. يا رب قوت الصبح. مش بطاره. انا خليت الموبيليا جزء مودرن وجزء ستيل عشان ما تزهقوش يعني. مش بطاره. شفت اللوحه دي؟ اتس اوكي. انا بقى الكرسيين دول بقى لما زادت. مش بطارين. انا عملت قاعده الجاذيب ولونها ابيض عشان تكسر خضار الجنينه وتبرز زرقه ميه البحر. اتس اوكي okay. مش بطال. انت عملت تقول مش بطال يعني مبسوط ولا مش مبسوط؟ اي دونت كير، بس في حاجه واحده مضايقاني. ايه هي؟ قلت انهم الوانها بلدي قوي. انا ما بعملش الوان بلدي، الالوان دي بلغوني بيها ومنصوص عليها في العقد. عاد انا مالي ومال العقد ده، اكيد ذوق عصمت. بس انت تساله؟ اساله ايه؟ دي خطيبتي. اوكي هي اصلا عامله نفسها بتفهم في كل حاجه وهي ذوقها بلدي قوي. غير بليز. اوكي طب قبل ما نغير سيادتك ممكن تسالها لا تزعل ونبدا نغير تاني و... ما تزعل ولا تتفلق، انا خلاص ذبحت لها البطه. ايه البطه؟ مش بيقولوا اللي اتجوز واحده يذبح لها البطه؟ اسمها القطه. اللي اتجوز واحده يذبح لها القطه. قطه بطه اي دونت كير، المهم يذبح حاجه وخلاص. غير يا حبوب. اوكي فولاري تا 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 اما تبقوا تدفعوا تمن الحاجات اللي انتوا كسرتوها في الديسكو. ابقوا تعالوا يلا ناكلوا. وان ما تجرناش هتعملي ايه؟ حمر مطبيك الارض. طب في معنى الكيش الادب، انا اللي هعلمك. انا بقى اللي هعلمك الادب. بطال على فكرة، مش بطال. يا ريت يا توفيق بيت خالي زهير هانم تديني بيت العادي بتاع النهارده. اشمعنى النهارده يعني؟ اصل هتأهل. تأهل يعني ايه؟ يعني هكمل نص ديني بقى. انت كل ده عايش بنص دين بس؟ يا توفيق بيه الواحد بيكمل نص دينه لما يلاقي بنت الحلال اللي هيتجوزها. اي نو، بس يا ريتك قلتها لي بالعربي. بص أي حاجة بخصوص الفلوس تكلم طنط زهيرة وهي هتخلص معاك، أوكي يا حبوب؟ صباح الخير يا زهير. صباح الخير يا منصور. انا رجعت ميزانيه السنه دي، وبالرغم من كساد الموسم السياحي لقيت ان احنا حققنا ارباح ربع مليون جنيه. ده بفضل جدك واجتهادك يا زهير هاني. هو حضرتك بتعرفي طعم الراحه؟ على طول ايدك في الشغل. ما هو ده اللي مخوفني يا مرزوق، لو جرالي حاجه مين اللي هيحافظ على النجاح ده؟ ربنا يديك طول العمر يا فندم. انا اسف جدا يا عديده، ما قدرتش اصحى بدري عشان اعمل اكسرسايز معاكي. ولا يهمك. لا ازاي؟ ده يهمني جدا. انت مش قلتي لي ان منظري عامل زي القفص ومحتاج اخس 5-6 كيلو؟ كفايه عليك 3 كيلو. ساعتها توافقي؟ على ايه؟ على جوازنا العديل. الحقيقه مش عارفه اقول لك ايه. لا قولي. اللي سبق كل النبا. مين ده اللي سبق وكل النبا؟ لو شفته هتقولي الف مبروك يا عديل. الله يحرقه. ده انا لو شفته هقطعه، هخلي بين كل تقطيعه وتقطيعه قطيعه. انا حظي كده يوم الجمعه النهارده الاثنين شكل وجمعه. عقبالك يا مدبولي. جدعانه نعمل لك يا عباس. شوفي انت هتروحي السوق تجيبي تمون شهر، لان اتفقت مع العروسه ان احنا هنتحبس هنا ومش هنخرج الا بعد شهر. اوكي اوكي. ربنا يديك الصحه يا سي عباس يا رب. ماشي الكلب ده هيوقع بينه وبينك. حاضر والله احنا بنتكلم. اه البدله دي انت لو شبه جرسون. جرسون؟ اه انا شفت جرسون بتاع لابس بدله زي دي. ده شبه جرسون. ايه جرسون؟
دي ابني بدل الفرح. مش لما تلاقي العروسه الاول تبقى دي بدل الفرح. انا لقيت العروسه الحمد لله واتفقنا على الجواز. مالك متصار بعد الجواز كده يا مرزوق؟ العازب اللي زي حالتك ممكن يستحمل العزوبيه لحد ما يلاقي بنت الحلال اللي هيتجوزها، انما الارمل اللي زي حالاتي اللي ده طعم الجواز يتعذب قوي لو عاش من غير واحده ست. شوف انت بقى، 5 سنين من يوم المرحومه اختك مراتي ما ماتت وانا بجريش نوم بتقلب على السرير تعبان ما بنامش. وقله النوم دي من ايه؟ قلتم؟ افهمه ازاي ده مدبولي؟ ها؟ تغري ما قلتليش حاجه انا؟ شوف يا مرزوق، انت مش كنت بتشتغل مهندس كهرباء قبل ما تشتغل مدير علاقات عامه عند زهير هانم؟ ايوه، معايا ماجستير في الدوائر الكهربائيه وعامل شبكه الكهرباء بتاع قريتي. حلو، خلينا بقى في الدوائر الكهربائيه اللي انت بتفهم فيها. انا من يوم ما مراتي ماتت وانا الكهرباء عماله تتخزن في جسمي، تتخزن وتزيد تزيد لغايه لما الفولت عالي، ولما الفولت يعلى الموتور يحصل له ايه؟ جاي فرقع يا تحرق. انا بقى مش عايز لا افرقع ولا تحرق، انا زي ما اتجوزت شلادي هيجيني الخفيف. طرقنا يلا من غير ندامة، باين عليا حمد ايدي جاتك البلاوي. طب يلا جرب حاول تقرب يا حمر حصاوي، ونعيش في تلامة احنا اتنين. بيبي 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 فاكرة نفسك ايه؟ مانكي 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 صايع وعامل بيه مدغور، يلا مدغور انت متفز، يلا متفز انت. طب طز فيكي لا فيك انت، ونعيش في غتات احنا الاتنين، هنعيش في غتات احنا الاتنين، هنعيش في غتات احنا الاتنين. ايه ده؟ انتوا ما تتقابلوش دقيقة واحدة من غير ما تتخانقوا؟ البنت دي اذا ما كانتش تعتذر لاصحابي انا هنزل مصر. انا اللي هنزل. اي دونت كير. من النهارده لا انت ولا هي هتنزلوا مصر. يا ناس يا ناس حسوا بقى، خلي عندكم شوية دم واحساس، حسوا بالمسؤولية. الله، انا تعبت ومحتاجة للي يريحني. انا عينيا ليك يا طنط. انا مش عاوزة عينيك. انا عاوزاك ما تقعدش في الديسكو وتقعد في الحسابات عشان تعرف كل قرش لما يجي وينصرف يبقى ازاي. صح يا طنط. مادام حضرتك عرفتي الصح من الغلط يبقى لازم حضرتك تبطلي الكاراتيه عشان تتهدي شويه وتعرفي تعملي لقمه حلوه للانسان اللي هيكون شريك حياتك. صح يا طنط. ليسن تو مي، انت صحيح ابن عمي بس انا عمري ما فكرت اني اتجوزك. هو هتكوني فاكره ان انا اللي طايقك؟ اسمعي يا طنط لو سمحتي، انا نفسي خطبت البنت دي حالا، دي ما تنفعش. يا ريت. قسما عظما ان ما اتجوزت الاسبوع ده لكن متبرعه بكل ثروتي للجمعيات الخيريه. عاجبك كده؟ ما انت اللي قلت حفظ على الخطوبه. لا، اما انت بارد صحيح. يلا حضر بطاقتك عشان تشهد على سنه الجواز. يا سلام، انت مش عارف مين العروس الاول عشان اشهد على سنه الجواز؟ انت عارفها كويس وكمان اعرفها وانت اللي معرفني عليها. مين؟ خلاصه؟ عديله. عديله مين؟ عديله مدربه الايروبكس. ولا حلقه ما لقيتش في الغردقه دي كلها ست غير عديله عشان تروح تخطبها وتتجوزها. بس مالها عديله؟ ست حلوه ولذيذه وجميله. لحقت تحبها انت؟ ما لحقتش احب. انا عايز اتجوز عشان ارتاح. او بالك قول لي، مفيش حاجه قدامك اروح اخطبها لك؟ وانا مستنيك تخطب لي. راح تخطب واحده النهارده. جميل، ما قلتليش يعني حصل ايه؟ واحد ابن حلال ربنا يوفقه ميل دماغ خوفت تتجوزه. يطلع مين ابن الهرم ده بقى؟ ماليش دعوه بيه بقى، الله يحرقه. كل شيء اسمه نصيب ولا يهمك، خيرها في غيرها. اه طبعا. انت مالك تعبان في حاجه؟
انت راجل محظوظ، اديني شويه حظ. فين حظ النار ده؟ في حد يخطب الصبح يجوز النهارده بالليل؟ حظ نار. ايه يالا؟ ده ايه الحظ ده النهارده؟ انت اللي مش مركزه يا كابتن. يظهر حكايه جوازك دي هي اللي مخلياكي مش مركزه. انا مش مركزه غير في حاجه واحده بس من ساعه ما وصلت الغردقه. ايه هي يا كابتن؟ الراجل المتوحش اللي كان بيبوس الست في الشارع وشتمها. ان ما خدت بطاري منه. مش لما تعرفي هو مين الاول عشان تاخدي بطارك منه يا كابتن. هو اطول مني وشعره اسود واسمراني. ما الغردقه مليانه ناس سمر كتير. هو باين عليه فقير وكحيان، راكب عربيه جيب سودا ملزق عليها شفايف. جيب سودا وعليها شفايف؟ ايه ده؟ انتوا تعرفوه؟ مفيش حد حاطط شفايف على عربيته غير عباس العنتيل. عنتيل؟ وبيشتغل ايه العنتيل ده؟ ده مهندس الديكور اللي بيجهز قش الزوجيه بتاعك يا كابتن. ماشي. هتعملي فيه ايه يعني؟ ان ما خليته يبطل يبوس الستات بالهمجيه والوحشيه بتاعته دي، ما بقاش انا عصمه وهب. الله، كنت جميل قوي يا عبد. المهم اوضه النوم عجبتك؟ تجنن. طب بقول لك ايه، ما تيجي نعمل فيها بروفه نشوفها تنفع ولا لا؟ لا لا، البروفه فتح الستاره النهارده بالليل. طب ناخد بوسه على الروم بقى. لا اصل انا من ساعه حكايه بنت المحبوسه النهارده الصبح وانا قررت اني عمري ما حبوسه غير واحنا متجوزين. ساعتها خزق عينين اي حد يبص لي. حياتك عديله ما تفكرنيش، انا من ساعه ما شفت الست دي وهي غلطانه نفسي اخد بطاري منها. وهتاخد بطارك منها ازاي وانت تعرفها قبل كده؟ هدور عليها واخد بطاري منها حتى لو كانت في اخر الدنيا. نعم، انت اكيد طالما حطيتها في نافوخك تبقى معجب بيها. يا عديله، انا من يوم ما مراتي ماتت وانا كل الستات اللي بشوفهم معجب بيهم. يا نهارك اسود، ده انت راجل مالكش امان. وانت يا عديله بايدك تنسيني الستات كلهم. مش الستات بس، ده انا هنسيك اسم امك. تليفون. الو، اهلا يا زهيره هانم. توفيق قال لي انك خلصت كل حاجه ومبسوط قوي. يا ريت تتمم جميلك وتروح البيت اتفرج عصمت عليها. مش عارف اقول لك ايه يا زهيره هانم، اصل انا وقتي ضيق جدا، اصل هتجوز النهارده. هتتجوز النهارده؟ الف الف مبروك يا باشمهندس، بالرفاء والبنين ان شاء الله. ثانيه واحده من فضلك، بقول ايه؟ اكل الحكايه دي بعدين احسن، الراجل هيتجوز النهارده. واللي هو ما ياجلش جوازه النهارده ويجي يسلمني الفيلا. توفيق شاف الفيلا وعجبه كل حاجه. يمكن ما تعجبنيش انا. روح الفيلا والحاجه اللي ما تعجبكيش يبقى يغيرها لك. امتى؟ بعد ما يخلص شهر العسل بسلامته. ان ما جاش النهارده وسلمني الفيلا هنزل مصر واجيب مهندس ديكور برقبته. خليك معايا يا باشمهندس. انت مش لككي؟ هتتجوزي يوم الخميس يعني؟ هتتجوزي يوم الخميس. ورحمة بابا لو ما جاش النهارده وسلمني الفيلا، ما انا متجوزه يوم الخميس. لا مؤاخذة يا باشمهندس، عشان خاطري ممكن تيجي على نفسك شوية وتقابل عصمت في الفيلا، أصل هي مصممة إن حضرتك لازم تسلمها الفيلا بنفسك. هبعت لك معها شيك ببقية الحساب. مش حكاية فلوس يا زهيرة هانم، بقول لحضرتك هتجوز، هتجوز. ما تروح تاخد الفلوس وهم يدفونا في شهر العسل. يلا. عشان خاطرك يا زهيرة هانم، هكون في الفيلا بعد نص ساعة. مع السلامة. لا، أنت كنت لسه بالليل يا عباس، بالليل. بالليل يا عباس. أكيد حضرتك رجعتي نفسك وحسيت إنك غلطانة في حقي وعايزة تجري شكلي عشان تعتذري لي، مش كده؟ وأنا اللي غلطت فيك عشان أعتذر لك ولا أنت اللي غلطت فيا؟ أنا برضو اللي غلطت فيكي؟ وشتمتني كمان. لا لا لا، أنا لا يمكن أشتم ست حلوة أبدا. لا، شتمتني وقلت لي. قلت لك إيه؟ قلت لي أول مرة أشوف ست حلوة
بس قليلة الأدب. أنا آسف، آسف جدا. أنا مستعد أسحب فورا حكاية قليلة الأدب، لكن لا يمكن أسحب حكاية إنك حلوة أبدا. It's okay. أنا قبلت اعتذارك. بس حضرتك لسه ما اعتذرتليش. فلا يمكن أعتذر لحد أبدا. بس أنت كنت هتدوسيني بعربيتك. بس أنا كنت هبقى سعيد قوي لو مت على إيديكي. بس أنا بقى ما كنتش هبقى سعيد. للدرجة دي كنت هتبقي حزين عليا؟ كنت هزعل على عربيتي لو خبطت واحد زيك. انتي بتشتغلي ايه؟ انا خريجة الجامعة الامريكية. كويس، بس بتشتغل ايه دلوقتي يعني؟ اشتغل ليه لما في ناس زيك اقدر اشغلهم عندي؟ لو دفعتيلي ملايين الدنيا لا يمكن اشتغل عندك. واي نوت؟ انا من السبب قلتلك انك قليلة الادب. تاني؟ تقولها تاني؟ وتافهة وهايفة كمان. مش بكره تنفذ اللي قلت لك عليه عدوي. حاضر يا باشمهندس، احنا النهارده خلصنا كل التناديف اللي انت قلت عليها. طيب سلام يا باشمهندس. مع السلامه. ايه تلاقي حجتك دي؟ دي بيوت ناس، فضلت اطلع بره عشان نشوف شغلنا. انت اللي هتطلع بره. ايه هنتجنن؟ يلا يلا. ايه شغل السلطه اللي انت عامله ده؟ مالك سلطة ولا سلطة؟ انت مالك؟ عشان انا اللي هدفع لك اتعابك. هو ايوه انا عصمة وهبة بقى. انت صاحبة الفيلا دي؟ التافهة الهايفة قليلة الادب. الشغل ده ما يلزمنيش. مالك سكت ليه؟ اكل لسانك طول مترين. انا افضل التفاهم يبقى بينك وبين مرزوق، وانا مستعد انفذ لك كل طلباتك. وما تنفذش طلباتي ليه؟ على راسك ريشه؟ لا يعني بعد اللي حصل بينا واضح ان مش هيبقى في لغه للتفاهم ابدا. لانك انسان غير متحضر. شوفي بقى، انت غلطت فيا وانا غلطت فيكي، خلاص مفيش داعي بقى المتحضر وغير متحضر. انت عملت في الشارع تسميه ايه؟ خطبتي وببصها، ايه اللي مضايقك؟ وبعد ساعتين ثلاثه تبقى مراتي. انا مش شايف. سلام. عارفين بقول لحضرتك بعد ثلاث ساعات هتجوز. ما انتش ماشي من هنا قبل ما توريني اوضه النوم. ايه ده يا اسطى؟ مهندس فن. ايه ده يا باش مهندس؟ الذوق الرخم ده. والله الذوق ده حضرتك طلبتيه وقلت المرزوق يبلغني بيه. ده حتى خاطب حضرتك ما عجبتوش الاوضه وانا ما رضيتش اغيرها لما ست تشوفيها. هو ايه علاقته بالموضوع؟ ده ذوقه بلدي وشكله كمان بلدي. والله هو كمان رايه في حضرتك كده، انك ما بتفهميش حاجه ابدا وذوقك بلدي جدا. ده ربنا اداله جسم بغل في عقل نمله. حضرتك عايزه ايه في الاوضه وانا اغيرها؟ عايزه لونها اسود. اسود؟ كل حاجة فيها اسود، الستاير والسقف والسرير اسود. مفيش غير أوضة تنفيذ حكم الإعدام اللي بيبقى لونها اسود. أنا بالنسبة لي ما يفرقش عندي، الجواز زي حكم الإعدام. طيب ممكن حضرتك بقى تديني الشيك اللي اديتهولك زهيرة هانم عن بقية مستحقاتي؟ مش هتاخد حاجة قبل ما تخلص شغلك. وبعدين في اليوم الاسود اللي مش فايده. الحق الحق يا ديفا، عايز ما تروحت الفيلا. طب وانا مالي؟ وانت مالك ازاي؟ دي راحت تاخد بطاله من عباس العنتيل. تشيرز. انا مش هكمل بيت الشغل وعاوز بيت اتعابي. ده انا نسيت، للدرجه دي ما عندكش فلوس عشان تتجوز؟ والله اتجوز اطلق، ده مالي وانا حر فيه بقى. انت مش كنت متجوز المرحومه اخت مرزوق؟ طيب ولازمتها ايه الدناوه عشان تتجوز تاني؟ واحد هيتجوز انتبه لحضرتك. الانسان المتحضر هو اللي بيتجوز مره واحده. والله انا من عيله غير متحضره، جدي اتجوز خمسه، وابويا اتجوز اربعه، وانا هتجوز 10، بس ربنا ما يوقعني في واحده زي حضرتك. ده انت لو كنت اخر راجل في الدنيا انا لا يمكن اتجوز واحد همجي زيك بيبوس الستات بالتوحش ده. يا اخويا العالم الخلد. يا نسا. نعم. في ايه؟ السوسته.
انا هعملها. هعملها لك. اتفضل. ايه انا اسف جدا طلعت ايديا. يبقى انت اللي قاصد تبوظها يا متوحش يا قليل الادب. قليل الادب؟ انا من الصبح مستحمل رزالتك وقلت ادبك. انت مش طلبت مني اوضه النوم بتاعتك تبقى لونها اسود؟ انا بقى اللي هخلي يومك اسود اذا ما كنتش هتديني الشيك بتاعي. انت يا ولد ازاي تكلم ستك بالطريقه دي؟ ستك انت مش ستي انا. انا مش همشي من هنا الا ما اخد حقي. امسكوا يا توفيق على ما اصلح الصوره. مش هتمشي من هنا الا ما تديني الشيك اللي اديتهولك زهيره هانم. هي حصلت تمد ايدك كمان ولا ولا والله انا مكسر دماغك. انا ما كنتش عاوز امد ايدي. انا مش عاوز امد ايدي. ايه ايه الله 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 الله. يا لهوي فضلك. المريض في حاله نفسيه سيئه. انا من شويه اديته حقنه مخدره علشان اعصابه تهدى. حابس سيبيه هيهدى هيهدى دلوقتي هيهدى. هو حضرتك تقربي له ايه؟ انا عروسته كنا هنتجوز النهارده يا دكتور. يوه الاستاذ عباس مصاب في منطقه حساسه جدا وهتمنعه من الجواز. يا مصيبتك يا عديله يا مصيبتك يا عديله. في واحدة ستة في الدنيا تضرب رجالة بالشكل ده؟ سابوا ايه عباس العنتيل عشان تبهدليه كده؟ ده همجي ومتوحش طول لسانه عليا وشتمني. ولا كنت عايزاني اسكت له يعني عشان هو راجل؟ يا بنتي يا بنتي الراجل راجل والست ست. ليه؟ هو الراجل يزيد ايه عن الست عشان يتحكم فيها بالشكل ده؟ الست من غير راجل عمرها ما هتبقى ام. يا سلام. والراجل من غير ست عمره ما هيبقى اب. يا عمتي الرجاله دول وحوش يبصوا للست عايزين ينهشوها بسنانهم. ده انت اللي وحش ومفترسه كمان. يلا يلا اتفضلي امشي قدامي. على فين؟ هنروح المستشفى تعتذري لعباس. لا يمكن اعتذر لراجل ابدا. هتعتذري له ورجلك فوق رقبتك. يا عباس ألف 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 سلامة ليك. الله يسلمك يا زيلان.
انا عارفه انك انت بتحب الورد البلدي عشان كده قطفتهولك بايدي. قلتلك يا زهير هاني. الله انت لسه ما اتغديتش؟ مش معقول انت هتاكل من ايدي. اتفضل. اللي عملته فيها بنت اخوك يسد نفسي على اي حاجه في الدنيا. انا عارفه انها شرسه وتستاهل اطمر ابيتها. باذن الله اطمر ابيتها يكون على ايدي انا. ارجوك يا عباس بلا اعتذاري. يا زهيره هانم انا ما انساش فضلك وفضل المرحوم جوزك عليا. اعتذارك على راسي من فوق انما اعتذار بنت اخوكي ما تكبرش الحكايه. ما كبرت ما كبرت. بنت اخوك عملتها مستديمه حرمتني من الجواز ومن الخلفه. يا ساتر يا رب. لا لا انا عمري ما تصورت ان الحكايه توصل للدرجات. انا عذراك ومقدره المصيبه اللي انت فيها. بس بقول ايه يا عباس، ما تيجي نلم الحكايه كده بها دعوه وبعقل. ايه اللي عملته فيها بنت اخوكي خلى عندي عقل. ما رفعت عليها قضية وقتها بستين داية. بلاش نخش في قضايا ومحاكم. لو حكموا عليها بالإعدام مش هيشفي غليلك. أودي وش بالناس فين؟ أودي وش بالناس فين لما شاوروا عليا يقولوا عباس عندك كانت نايت وعلى إيد واحدة ست. أحيي. أنا مستعدة أكتب لك شيك على بياض تحدد فيه المبلغ اللي أنت عايزه. أنا ممكن أدفع لك نص مليون جنيه تعويض. يا زهيرة يا هانم لو كنت راجل كنت حسيت بمصيبتي وعرفت إن ملايين العالم لا يمكن تعوضني عنها. ولا مليم يا عمتي، ده عايز يبتزنها ويلها فلوس. ده انا في عمرك قبل عصرين ما يلها فيك. تعالي اهو. اعلى يا عباس اعلى. فين؟ وايه رايك يا مت؟ انا رحت المستشفى وتاكد لي من التقرير الطبي ان حاله الاستاذ عباس تستدعي العلاج لمده 21 يوم، وده معناه انه لو رفع قضيه هيكون الحكم فيها الحبس والغرام. انت بتقولي ايه؟ انا اتحبس؟ وما انت جايه ليه؟ تتوا انت تخرجتي خالص. وبعدين يا مدر لازم تشوفي لنا حل للمشكله دي. ما هو اصل العلاج لمده 21 يوم معناها انك تسببتي للاستاذ عباس في عاهه مستديمه، وعقوبه العاهه المستديمه الحبس والغرام. اسمع ما اقولك، حبس مش هتحبس بقى. الجربوع ده يتحكم فيا انا؟ اطمني خالص، انا هحاول اشتت في شهاده الشهود ونشوف لنا لعبه في تقرير الطبيب الشرعي. املي وراها. ألف الحمد لله على سلامتك يا عباس. تيجي منين السلامة وأنت هنكتب في الحجر؟ نقيت أهو بدل ما أتجوز إديني كومت في المستشفى. حرام عليك يا عباس، ليه بتقول كده؟ أنت أخويا وبحبك وأتمنى لك كل خير. هو الخير نازل يرفع عليا على إيد بنت الهرمل اسمها أصلا. أمال لو شفت اللي عملته بأصحاب توفيق، كومتهم في أوضة البخار ونقلوهم على المستشفى زي اللي اتفصل. إيه دي؟ ست ولا عزرائيل دي؟ شفت بقى يا سيدي إزاي قضى أخف من قضى؟ الا القضا بتاعي. ولا كانوا شالوا لي ايد ولا رجل. يا راجل ما تبقاش هوال، كلها كام يوم وتخف وتقوم زي الحصان وتخلف لنا كده ناس تتعال. ازاي وانا بقى عندي عاهه مستديمه؟ ياما ناس عندهم عاهات مستديمه ومع ذلك اتجوزوا وخلفوا. الا عاهه تاني ما اقدرش اتجوز ولا اخلف. يا ساتر يا رب. ليه؟ بنت الهرم ضربتني في منطقه حساسه من جسمي. يعني يكون ضربتك فين؟ ما اي مكان في الجسم حساس. منطقه حساسه. ايوه افهم ضربتك فين؟ حاسه حتى بجسم مرزوق. ايوه فين بقى؟ امشي ليه كده؟ ده انا بحبك. وانا ما بحبكش يا مرزوق. سلامتك بسلامه. الله يسلمك. والله العظيم جاي اطمن عليك. ما كنتش عايز اطمن عليك يا مرزوق. الواد ده حبيبي. ليه كده يا اخي؟ مش عايزك تزور. ايه ده يا شامل؟ اطمن يا عباس، انا خدت نسخه من الاشعه وتقرير المستشفى، وباذن الله اول ما اوصل المانيا هعرضهم على اكبر اخصائي.
أنا سلمت أمر الله يا عديلة، وأنا بحلك من أي ارتباط بيني وبينك. اخصى عليك يا عباس، الناس خبتها السبت والحد وأنا خبت ما وردت على حد. خدي يا عديلة، ربنا يوفقك. شوفي بخير عباس. حضرات المستشارين، انظروا إلى وجه موكلتي الذي ينم عن الطهارة والسذاجة. بالله عليكم يا حضرات المستشارين، دققوا النظر في وجه موكلتي حتى يتأكد لكم أن براءة الأطفال في عيني. هل هذا وجه امرأة شرسة كما تدعي النيابة، أم وجه طفلة بريئة؟ ولكن انظروا إلى وجه المدعي، ألا يذكركم هذا الوجه بوجوه القتلة والسفاحين والإرهابيين ومصاص الدماء؟ اعترض يا سيادة الرئيس على التشبيهات المهينة لموكلي. اعتراضك مقبول يا متر. يا متر جمالات، خشي في الموضوع. سيادة الرئيس، موكلتي لم تعتدي على المدعي مطلقا. امال العاهة المستديمة دي جات له منين؟ القدر، القدر هو المسؤول عن هذه العاهة وليست موكلتي. والقدر دخله ايه في الموضوع ده؟ من منا يا سيادة الرئيس لم يكن في يوم من الايام عرضة للقدر؟ مش في ناس بتبقى ماشية في الطريق في امانة الله تيجي عربية تدوسها؟ ولا واحد بيبقى نايم في بيته يتهد عليه البيت ويجيب خبره؟ لقد انتقم القدر من هذا العنتيل عندما اخذ يساوم موكلتي على شرفها، بل ان الامر وصل به ان يمد يده الآثمة على ان حيائي كأنثى يمنعني من ذكر ما حدث من فعل فاضح. من فضلك قولي لنا بصراحة ايه اللي حصل بالظبط؟ الهمجي ده مد ايده على ام سوري، انا اسفه مش قادر اقول. حسب الله ونعم الوكيل، حسب الله ونعم الوكيل. بس بس هتروح من ربنا فين يا مفتريه؟ يا مفتريه جود هتجيب من فضلك اهو. هاي جود مورنينج. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Yes. لا تتحدث الإنجليزية. Yes. فأنا أتحدث العربية وبطلاقة. Yes, دكتور مارغريت. Yes, I know. ما أخبرت تهاليل مستر عباس؟ لابد من حضور مستر عباس حتى أخبره بالمصيبة التي وصلتني من سويسرا. مصيبة؟ لا تقلقي، سأجيبه لحد عندك، فأنا أعز المصائب. حضرات القضاء، حضرات المستشارين، لن أدخل في مغاطرات بلاغية وخطب الرنانة كما فعلت زميلتي محامية الخصم، بل سأثبت لعدالة المحكمة بالدليل القاطع والبرهان الساطع بأن موكلي مجنياً عليه وليس جانياً. انظروا يا حضرات المستشارين إلى موكلي عباس العنتيل، لم يعد عنتيلاً بل أصبح لا حول ولا قوة له في عالم الرجال. وعلى يد من؟ على يد هذه المرأة، وأعتذر أني سميتها مرأة لأنها ليست مرأة، إنها حية الرقطاء، بل إنها أشد شراسة من النمرة الشرسة. حضرات المستشارين، لنكن صرحاء مع أنفسنا ولنعترف بأننا نعيش نحن معشر الرجال عصر النساء. إنه زمن أغبر ضاعت فيه هيبة الرجل، فأصبح الرجل يضرب من النساء بالنعال. هل هناك مصيبة أشد وأنكى من أن يفقد الرجل منا أعز ما يملك؟ حضرات المستشارين، إن حكمكم العادل والرادع في هذه القضية هو الأمل الوحيد لحفظ كرامتنا نحن معشر الرجال بعد أن ضاعت على يد النساء. دي سوى الإشاعة اللي عملوها لك في المستشفى. زي ما أنت شايف إصابة حصل في تستكيول، عمل نزيف داخلي. وإيه التستكيول ده دكتورة؟ هو ده تستكيول عباس، الكسيتين تستس عباس تستس. مستر عباس، إذا كنا بنقول لا حياء في الدين فلا حياء في العلم،
وزي ما واضح قدامك ان حصل تليف في كستين نتيجة نزيف دموي. التليف ده خلاك عاجز جنسيا. كان ممكن ما يحصلش ده لو انت عملت عملية. طب العملية ما تعملتش ليه؟ مستر عباس، عملية كان لازم يتعمل بعد 6 ساعات فقط، لكن انت رحت مستشفى تاني يوم، عشان كده حصل تليف في واحدة من تستس. طب والتستسات التانية؟ التليف فيها بسيط جدا، لو تم علاجها ستعود لك قدرتك الجنسية. تفضل. قول يا دكتورة، يعني انا هقدر اتجوز واجيب عيال؟ مستر عباس، لا استطيع اجابتك حتى تجلس على جهاز رد الفعل الحسي، حتى ارى مدى استجابتك لاي اثارة جنسية. تفضل. خدها بس، حط ده تحت بطنك. ليه؟ هتشوف. تحرك المعاشر ده هيبين رد الفعل عندك من الناحية الحسية. يعني أنا مصيري متوقف على المؤشر ده؟ الإنسان العادي انفعالاته بتحرك المؤشر ده من 0 لـ50. جاهز أباس؟ Let's begin, Mary. لا بأس لا بأس، يعني أخف يعني؟ إن شاء الله مستر عباس، بس العلاج النفسي له دخل كبير في شفائك، والعلاج سيستمر 3 شهور. 3 شهور وبعدين أبقى كويس يعني؟ العلاج الطبيعي هيكون كل يوم مع رياضة خفيفة، وكمان لازم تركز على حاجات في الأكل فوسفوري. أنا مستعد أفطر جمبري وأتغدى كابوريا وأتعشى استاكوزا، بس ارجع. والاهم من ده ان تستمر في مشروع زواجك. زواجي؟ طب ليه داخل الجواز في علاجي؟ وكيف نتاكد من تحسن حالتك او شفائك ان لم تكن متزوجا؟ مستر عباس، الزواج هو اللي هينشط حواسك الجنسيه. الزميله جمالات اتصلت بيا وبلغتني بان زهيره هانم عندها رغبه اكيده في حل النزاع وديا. كمان عايز اقول ان الاستاذ عباس موافق على الصلح عشان خاطر زهيره هانم. تشكر يا استاذ عباس، دي عصمت كانت حطير من الفرح لما عرفت ان عباس وافق على المصالحه. متشكره. مادام بتقوليها من غير نفس، قول لها يا متر عقوبه العاهه المستديمه قد ايه؟ جايز تشكرني بنفس. 7 سنين واقل حاجه 3 سنين. وعايزني اعمل ايه يعني؟ ابوس رجلك؟ مادام قبلت تبوسي رجلي انا هخفف عنك الحكم من 3 سنين لـ3 أشهر بس. ازاي؟ احبسك عندي في البيت. بصفتي ايه؟ مراتي. انا اتجوزك انت؟ الجواز بالنسبة لك انت تهذيب واصلاح زي المجرمين اللي بيخشوا السجن. تتجوزها ازاي يا ابني؟ دي حفيدة وهبة باشا. توفيق اطلع برا. ايه يا طنط؟ قلت لك اطلع برا. يوه وحضرتك اقعدي، اياك تنطقي كلمة. طلباتك ايه يا عباس؟ انا مش هدفع مهر،
أنا مش هدفع غير 25 قرش بس. مبسوطة؟ عجبك الإهانة دي؟ أنت لو ما استربعتيش كنت هتعرفي هدفعلك مؤخر صدق قد إيه؟ يعني هتدفع لي كام؟ 500,000 جنيه. وانت حيلتك 500,000 جنيه منين؟ يا عمتك مش عرضت عليا شيك على بياضة عشان تنزل عن القضية؟ وحضرتك اتنرفزتي وقلت ان انا عايز ابتزكم؟ ولا يا متر لو كسبت القضية المحكمة هتدفع لي كام؟ انا شخصيا طلبت لك تعويض 500,000 جنيه. يبقى بالشكل ده عمتك مش هتدفع ولا مليم، وبقى مؤخر صدائك 500,000 جنيه. طول عمرك شهم وكريم يا عباس. تحب نكتب الكتاب امتى؟ مفيش كتب كتاب قبل ما يتنازل عن القضية. انا مش هتنزل عن القضية الا قبل صدور الحكم باسبوع. اضمن منين انك مش هتلعب بديلك؟ بقول لكم ايه بقى، انا تعبت. انتوا تقعدوا تتكلموا مع بعض وتتشاوروا كده وبعد تتصلوا بيا بالتليفون. بقول لك ايه، انا عاوز فستان الفرح يبقى لونه اسود. هو في فستان فرح لونه اسود؟ هو يعني كان في اوضه نوم لونها اسود؟ انا لا يمكن اوافق على القهر والاستعباد ده. مش احسن ما تترمي في السجن 3-4 سنين؟ ازاي اتجوز واحد ما بقبلوش ما بطيقوش؟ ده هيبقى جواز على الورق بس، يعني هتبقوا زي الاخوات. ما تقولي حاجه يا متر. نايمه نايمه. وافقي على كل حاجه يقولها، لان مجرد ما هيتنازل عن القضيه انا هرفع قضيه طلاق وهخلصك منه، لاني حسبت انه عاجز جنسيا ومالوش في المسائل. خليكي ورايا انت بس وانت تكسبي. تفرق في ايه؟ مش انت اللي عايزنا البس اسود؟ انا قلتلك اتفضلي. على الاوتار يا اسطى يا اسطى.
تتعشى مع المعازيم. عشان نختلف بعض يا زوجتي العزيزة. بس أنا هموت من جوع. للدرجة دي مفجوعة يا حبيبتي؟ إيه ده؟ أنت رايح فين؟ الفيلا مش من هنا. فيلة إيه؟ الفيلا بتاعتي. إحنا رايحين على عيش الزوجية. بيتي. وجوزك. بس إحنا اتفقنا نعيش في الفيلا بتاعتي. ده عند هنص هناك. إيه هنص دي؟ إيه الألفاظ البلدي بتاعتك دي؟ وبعدين هي الرجولة إنك ترجع في كلامك؟ الرجولة ما راحت على إيديك يا بنت وهبة. ايه الكلب الشرس ده؟ ايه ده؟ مش هيبقى اشرس منك. تعال يا حبيبي. تعال يا لولو. بس 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 تعال انزل. ده بقى مش هيخليك تخرج بره البيت. تعال امشي. بس بس اتفضل. بس بس يا 300 مرحبا، منوره بيتك يا عروس. ايه ده؟ مين دي؟ دي جدعانه. الفام دو شومبر حاجه زي كده. ايه ده؟ فضلت خير بطار. الله، ده انا بحبها قوي. طب السفره وروح يا جدعانه. حاضر. ازاي تسمع كلامك وما تسمعش كلامي؟ من هنا ورايح لا هتسمع كلامي ولا هتسمع كلامي. ليه؟ جدعانه كانت بتخدمني لاني راجل عازب، انما بما اني دلوقتي اتجوزت واحده شاطره زيك فانت يا حلوه اللي هتقومي بشغل البيت. ايه رايك بقى في الزنزانه بتاعتك دي؟ اوه مون ديو، عمري ما تصورت ان الزنزانه بتاعتي تجنن بالشكل ده. لا ممكن تسال تجنني اكتر. اتجوزتني بقى عشان تنتقم مني؟ امال عشان خاطر سواد عينيكي؟ انت ناسي انك حرمتيني من نعمه الجواز؟ تفتكر الجوازه دي في صالح مين فين؟ انا ولا انت؟ في صالحك انت طبعا. ليه؟ لانك اترحمتي من السجن. وانت مستفيد ايه من الجوازه دي؟ العهد امك وانت تعرفي. ايه ده؟ ايه التوحش والهمجيه بتاعتك؟ خليك انسان متحضر. والانسان المتحضر بينام بهدومه برضه؟ انت ما اديتنيش فرصه لا اتعشى ولا اجيب هدوم. هتتعشى. والهدوم اهي. بتاعت مين دي؟ بتاعت المرحوم. انا ما بلبسش هدوم ميتين. يا استاذ توفيق بره. اهلا اهلا يا توفيق بيه. هلو عباس. اهلا. كان زهير بعت لك تذكرتين دول عشان باريس. وايه المناسبه؟ شهر العسل. كتر الف خيرها، بس انا مش هسيب بيتي طول مده شهر العسل. راجع لها التذاكر وبلغها تحياتي. اوكي عباس، في موضوع عايز اكلمك فيه. انت عارف ان انا وعصمت عمرنا ما حبينا بعض، يا بس فلوس عند زهيره كانت مغريه شويه، وانت عارف عند زهيره كانت عايزه تجوزنا لبعض، وانا اي دونت كير يعني اي حاجه. مش عايز الموضوع ده يعمل بيننا وبعض حساسيات. اوكي، ومن النهارده تعتبرني صديق ليك ولعصمت. صديق ليا؟ اهلا وسهلا. مش هنسى انك انت ابن عمها. طب لو سمحت اقبل مني الهديه دي عشان نحس ان احنا عيله واحده. ماشي، مقبوله منك. دي شوكولاته بتعمل في فرنسا مخصوص للعرسان في ليله جوازهم. طب وايه اللي دخل الشوكولاته في ليله الجواز يعني؟ ازاي؟ دي دي انرجي فظيعه عشان خاطر انت. اوكي؟ اوكي. يلا باي. باي. اه حبسي. نعم. اشرب كوبايه شاي بعد الشوكولاته دي تدعي لي. باي. لو خد حته واحده هتكتم على نفسه وينام طول الليل. ده القتيل. يلا بقى بينا على البيت. اوكي. شاي ولا لبى بالشاي؟
الو. ما هو لازم تكون انت. نعم يا اسم مرزوق. ها كلت البطاطس بتاعتي؟ عايزك تاكلها وتدعي لي ربنا يوفقك. ما تنقش يا مرزوق وخلي الليله تعدي على خير. قلت نص كيلو بطارخ يا مفجوعه. صحتك يا عندي كده. وكمان شربت الشاي. ايوه عصمت. اهلا يا حبيبي. مالك؟ الله انت بتعيطي ليه؟ عيني يا عمتي. يا بطني العنتيل سمني يا عمتي. العنتيل سمني. طمني يا دكتور. واضح انها حالة تلبك معه جنب. يا لهفة بتاع نص كيلو بطارخ. تجيب لها الدواء ده دلوقتي. تاكل الاسبوع المسؤول. حاضر. اتفضل. خير يا دكتور. بلاش موضوع المخدرات ده تاني. لانها تعبتها قوي. مخدرات؟ واضح ان المدام واخدة كمية كبيرة قوي من المخدرات. على العموم اطمن. الموضوع ده هيفضل سر بيننا. مبروك يا عريس. ايه الاخبار؟ نقلوا العنتيل ده المستشفى؟ دي عصمت اللي كانوا حينقلوها المستشفى لولا ربنا ستر وانقذناها في اخر لحظه. هي ايه كانت مشوكولاته ولا ايه؟ شوكولاته ايه؟ الشوكولاته اللي مليانه مخدرات. مخدرات؟ مخدرات ايه؟ حضرتك بعتي لي توفيق امبارح بتذاكر السفر. قدم لي حضرته علبه شوكولاته بمناسبه جوازي. النهارده الدكتور اكد لي ان عصمت كان ممكن تموت فيها نتيجه اكلها للشوكولاته دي. الكلام ده توفيق؟ ما تصدقيهوش يا طنط ده كذاب. ده عامل كل الحكايه دي عشان يخلص من عصمت. دي لازم تطلق حالا. شوف يا توفيق، انا كان ممكن اقدم فيك بلاغ للنيابه واتهمك بقتل عصمت بنت عمك، لكن عشان احنا بقينا قرايب هفوت لك المره دي. لكن قسما عظما لو عملت حاجه تانية او هوبت ناحيه بيتي انا مش هحلف، مش هقول لك انا هعمل ايه. اوكي؟ ها انت كده تعمل حاجة زي دي؟ لازم اتجنن يا طنط، لما يجي واحد زي ده ويخطف عصمت من البيت، حاجة تقرف صحيح. شوف يا توفيق، من النهاردة حسك عينك انك تهوب ناحية عصمت، دي بعد في عصمت راجل. راجل؟ الوجع فين؟ هنا؟ هنا؟ امال فين؟ مش عارف. طب بلاش عندي يا بنت الناس واجيب لك الدكتور احسن. انت مش عايزني اخف، انت اكيد عايز تنتقم مني وتموتني. ده انا الشخص الوحيد اللي يهمه انك ما تموتيش. ليه؟ بتحبني؟ لا مش مسألة حب. امال مسألة ايه؟ انك تأدي واجبك كزوجة وتخليني اخف. هو انا في ايدي ايه اقدر اعمله؟ خلي الدكتورة مارجريت تقول لك تعملي ايه. مين الدكتورة مارجريت؟ دي يا ستي الدكتورة اللي بتعالجني واكدت لي ان انا هخف على ايد الست اللي انا هتجوزها. من فضلك احنا ما اتفقناش على الكلام الفارغ ده. كلام فارغ؟ ما انا متجوزك ليه؟ عشان نلعب مع بعض كوتشينه؟ انا ما وافقتش على الجوازه دي لما اكدوا لي اننا هنبقى زي الاخوات. اخوات؟ انا مش ناقص اخوات. ما
امسك الكلب عشان اعرف اكلم معاك. فندم عايز انت كمان. ما تحاولش ترز العين، باين عليك نعمه الجواز. اكيد البطارق بتاعتي عملت عمايلها. فعلا عملت عمايلها. ابعت لك نص كيلو تاني؟ انا في عرض الكفايه اللي حصل لي بسبب البطارق بتاعتك دي. يبقى سويت الهوايه لعبس. وانا كنت دقتها عصمت اللي كانتها كلها. يبقى وريتك الجنه ونعيمها. فعلا وريتني الجنه ونعيمها. البنت حصلها تلبك معوي. يا راجل يا راجل ارحمني بقى. كفايه انا حلقاها منك ولا بالتوفيق ولا منها. يلا حضر طيب. مقدرش اعلي صوتي اكتر من كده. اسمع يا توفيق، لعبه الشوكولاته انا اللي كنت هتدبس فيها. ها انت لازم تبطلي تفاصيل. اسمعي بقى، عشان ينفذ الخطه اللي اتفقنا عليها لازم تقنعي ستاع اللي عندك ده انك تاخديه وتخرجي بيه بره البيت، وسيبي بقى الباقي عليا. عينة اهلا. انت حجزتيلي تذكرتين باريس؟ ايوه 17 تدفع كاش؟ لا فيزا كارد. انت رايح باريس بجد؟ لا بالطيارة. ايه المناسبة؟ ده توب سيكريت يا حبوب. اتفضل تذاكر. مسير باي باي. مرق تسلم ايدك حبيبي، شوربة جميلة. ألف أنا وشفا. كنت عايزة أقول لك على حاجة بس خايفة لا تزعل. حاجة إيه تاني؟ نبازل الأخوات؟ بلاش نتكلم في الموضوع ده، نتكلم فيه بعدين. قولي إيه الحاجة؟ اتكلمت في التليفون من وراك. أه، وكنت كلمت توفيق. الإنسان ما عندوش لا أخلاق ولا ضمير. انا مش عارف كنت هتتجوزيه ازاي ده بصراحه. لولا خناقتي معاك في الفيلا كنت هتدبس في جوازتي مع توفيق. عشان تخلصي من توفيق تخلص عليا ده. انت ليه بتفكرني بالحكايه دي؟ خلينا اتمتع بشرب الشرب. الدرجه دي الشرب عجبتك؟ قوي قوي قوي. يا سلام لو تفضلي حالك كده على طول كنت انا وانت سوينا الهوايل. يعني ايه سوينا الهوايل؟ سيبيلي نفسك انت بس وانا اوريك ازاي هنسوي الهوايل. عباس انا زهقت من قعده البيت، ما تيجي نخرج نتفسح في اي حد؟ لا انا ما اقدرش اخرج معاكي بعد ما الغردقه كلها عرفت انك عملتي لي عاهه مستديمه. ومين قال لك انه حد هيشوفني؟ انا هاخدك في حته ما فيهاش حد غير انا وانت بس، وهناك هسلمك نفسي وهنسوي الهوايل. يظهر يا بنت ليه هتخلينا انسى الاسوأ اللي في قلبي من ناحيتك. بركاتك يا دكتورة مارجريت بركاتك. انت ايه اللبسة ده؟ هدومك. ايه المكان الجميل اللي انت جايباني فيه ده؟ ها؟ الله 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 الله. هي ناوية على ايه بالظبط؟ مش عارف. علمي علمك. يا دنيا ايوة.
حلوة كده، عمري ما شفتك حلوة كده، ولا غنيت لي غنوة كده، لا أو كده. يا سلام لو الواحد يعيش في الجزيرة دي طول العمر. بس هناكل ازاي؟ ناكل بعض. انت بتحب السيفود؟ انا كلت سمك وجمبري واستاكوزا، بقى في جسمي كمية فسفور تنور الجزيرة دي كلها. بس عايز اقول لك حاجة، اللي يعيش في الجزيرة دي تبقى ساقعة قوي بالليل. ما احنا لما نخش في حضن بعض هندف بعض، وساعتها العرق هينزل من بسمنا زي المطر. كنت عايز اقول لك حاجة، كم بلاش بقى. لا قول، احنا جايين هنا عشان نفتح قلوبنا لبعض. اديني قطة. ايه؟ قطة يعني ايه؟ بوسة. طب بص، احنا نلعب استغماية، واللي يمسك التاني هو اللي يقطه، موافق؟ ماشي. جاهز؟ هتعرفني من صوتي. ماشي. اصمت. ايوه. شحات ومد ايديه محسنين الغرام. لله لله. لله لله. روح. لله شحاتي للغرام على الله. اصمت. شفتك حلوة كده، ولا غنيت لي غنوة كده. اسمع اسمع، انا همسكك يعني همسكك همسكك يعني همسكك. يا دي الحظ المنيل، المطار عطل، اتفضلوا. في لانش قريب اهو. يا ريان يا ريان يا ريان يا ريان يا ريان. امسك يا مدام. هات هات. ايوه امسك الحبل واربطه قدام. الله ينور عليك. تمام كده، شدك شدك. ها اسحب انت بس معايا جامد. ايوه شدك. أيوة تمام تمام. الله ينور عليك الله ينور عليك. كويس كده كويس كده. ايه المطار عطلان ولا ايه؟ تفطر يا ريس. العفو يا مدام، لو سمحتي معانا واحد عيان جوه، ممكن تاخديه البركه؟ تحت امرك. هجيبهولك حالا. تفتكروا هنلحق توفيق في المطار؟ بتصير اني اسمي دي معايا. ايوه ايوه. برافو برافو. اوه لا لا لا، امسكي امسكي حطي دي في الميه. غطى الساحل غطى الساحل. انا ريلاكس ريلاكس ريلاكس. كبس كبس اللي في الميه تحت. لكن على ايدك، ده واحد خيرني بين الجواز او السجن. لكن في النهايه قبلت انك تتجوزيه، وما دام رحمك من السجن كان الواجب ترديله الجميله وتواسيها على المصيبه اللي انت سببتيها له. انا كنت اعرف منين انه هتحصل مصيبه زي دي؟ قولي لي يا عمتي، كنت اعرف منين؟ خليني يرضيكي يا عمتي ان انا اتجوز واحد لا بحبه ولا بيحبني. عندك حق. سامحيني يا بنتي، انا اللي سببت لك في الورطه دي.
السنة كان غرض يعني أرحمك من السجن وبهدلته. المهم دلوقتي إن عباس ما يعرفش حكاية هربك لفرنسا دي، ولا بعدين يرجع في كلامه وما يتنزلش عن القضية. تعني شركة مصر للطيران عن قيام رحلة هرم 795 المتجه إلى باريس، باب الخروج رقم 3. شكرا. Ladies and gentlemen, Egypt Air announced the departure of its flight number 795 to Paris, gate number 3. Thank you. خلص عليها والنهارده بسلمتها هربت. هربت؟ بس هتروح مني. انت لسه تعبان، خش السرير. لما طلعته على عينيها لو هربت لاخر الدنيا لازم اخلص عليها. معقوله تهرب بعد كل اللي عملته معاك امبارح؟ عملها اسود ومهبب بست النيله. ما تكبرش الحكايه يا امال. اكيد لما سابتك في الجزيره كانت بتهزر معاك. المفتريه خلتني اعوم 2 كيلو لحد ما اغمى عليا، انا مش عارف انا جيت البيت هنا ازاي. وادي بس تهرب بس ازاي؟ ده انا لما جيت هنا امبارح لقيتها جايبه لك الدكتوره مارجريت وكانت مخطوطه عليك قوي. هي هربت والدليل على كده انها اتخلصت من عنتر. انما قسما عظما لو عنتر جرى له حاجه لا هكون مخلص عليها. تخلص على مراتك عشان كلب؟ ده شو بقى؟ كلب حيوان عمره ما اذاني. انما بنت اخوك هي اللي اذتني. زهير هانم بنت اخوكي ما لقيتش حد يربيها. انت جوزها ومن حقك تربيها. بيت اللي اجازاتي عشان رحت اعمل لك شوربه عشان تطفحها. انت اكيد هتحطي لي حاجه في الشوربه عشان تسميني. طب روحي اهتمي بجميلك واعملي له الشوربه. يلا تعالي بس بعد كده مش قاعده له ولا لحظه في البيت. جود خلاص فشيت غلك يا عباس. زهير هانم انا ما بفتريش على بنت اخوكي، انا بنفذ شرع الله. ربنا قال واهجرهن في المضاجع واضربهن لانها ناشز وما بتسمعش كلام جوزها. ده ما بتدينيش ابسط حقوقي. ده انا حتى لما جيت ابوسها تقوم تقول لي عمتي قالت لي انتوا هتعيشوا مع بعض زي الاخوات. اخوات ولا حضرتك قلت لها كده؟ على اساس يعني انك هو مش من حقي ان اتعالج؟ طبعا من حقك.
بس بقول يعني شويه شويه على عصمت، اصل جوازكو حصل في ظروف غير طبيعيه. تصرفات بنت اخوك جابت لي الخفيف ده. انا مش عارف اذا كنت متجوز ولا مش متجوز، مراتي ولا مش مراتي. طبعا مراتك. الله، بس بقول يعني كل شيء بالخناق الا في الجواز بالوفاء. انا هسيبكم بقى دلوقتي عشان تتعاتبوا وتصفوا كل اللي في قلبكم، و ربنا يهديه. عملت لك شوربه زي اللي انت عملتها لي. سيبيني في حالي. بلاش بلاش اكل. استنى. شوربه مسخه. الملح عندك. استني انا عايز اعرف، انت ليه سبتني في الجزيره وهربتي؟ ما هو انا لو قلت لك مش هتصدقني. انا هصدق اي حاجه هتقوليها عشان مخي ارتاح. انت لما حاولت تقطني قصدي تبوسني خفت منك وهربت. وحرام اقط مراتي؟ انا ما قلتش حرام، بس لازم الاتنين يكونوا بيحبوا بعض. متصورش انت جرحت احساسي قد ايه لما عرفت انك اتجوزتني عشان تخف. هو غلط ان الواحد يبقى صريح مع مراته؟ الصراحه حاجه، وان الزوجه تحس انها مجرد جاموسه او بقره حاجه تانية. انا اسف اني مديت ايدي عليكي، بس كمان يعني تصرفاتك تجيني بالك. ايه ايه مالك مالك في ايه؟ هزار حمار جاكي تاني. انت فينك يا ماما؟ واضح انك كنت متعلق بامك قوي. اصل امبارح نمت حلم كده كان عندي حمى وسقعان قوي، امي كانت حضنتني حضنتني فضلت تحضن فيا لغايه لما تفيت. لا ده ما كانش حلم، كانت حقيقه. يا سلام. انا لما لقيتك ترتعش من البرد وعملت هلوس من الحمى وعملت اقول الحقيني ياما بردان ياما خديني في حضنك ياما، خدتك في حضني لغايه ما تليفون. لازم أروح. أيوة. مين؟ الدكتورة مارجريت. برضه هناكل الجو. كل ما ده عمال تحلو. سك 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 هم هم سك هم هم. طالع من هم هم.
طاقه كل اللي مضايقك في الدنيا ارميه وراك وانساه وبص بص املا حس حس املا بص بص تلقى يا باشا وافتح الهوا تجاههم هم تجاههم هم وحشان عيونهم تجاههم هم بكره مقربهم تجاههم هم وبعده نروضهم تجاههم هم واما نعجنهم تجاههم هم نبقى نخبزهم الدنيا بقت جنة. دكتورة مارجريت قالت لك ايه؟ الدكتورة مارجريت قالت لي ان الحمى اللي كانت بتجيني دي كانت في صالح 100% وانها مبسوطة مني وانا مبسوط من نفسي مبسوط منك قوي. حاسس اني اسعد انسان في الدنيا. شفت بقى رقتك وحنيتك عليها وصلتني ليه؟ عصبت. الو يا ساتر يا رب يا اسم مرزوق في ايه؟ انا بقى هثبت لك ان المصايب اللي بتحصل لك دي مش عشان انا بنق عليك. لا حبيبي انا عيني حلوه. اصحى الاخ حرامكم المصونه اسمك ضربتك زومبا عشان تهرب مع ابن عمها القفص لباريس. مالك في ايه؟ لا اصل مرزوق بيقول فيك الشعر يا حبيبتي عشان وقفت الجنب امبارح. يا مرزوق انا بحسب روحي ان ربنا وفقني بزوجه عظيمه زي عصمت. بقى يا قفص بقول لك هتهرب مع ابن عمها تقول الناس بيحسدوني عليها؟ يا جدع خلي عندك شويه كرامه، خلي عندك شويه حساسه وربيها. فين الحساسه وشرفك؟ هو ده اللي هيحصل وان شاء الله وبعون الله حوريها اللي عمرها ما شافته لما نسافر باريس ونقضي شهر العسل. مع السلامه مرزوق. اتكلم بجد من هنا ورايح يا حبيبتي هتبقى تصرفاتي وكلامي معاكي جد الجد. بس قبل ما نسافر بقى عايزين نعمل حفله صغيره كده نعزم فيها كل اصحابنا وحبايبنا وخصوصا توفيق ابن عمك. ما بلاش توفيق، ما احنا ما صدقنا بعدنا عنه. انا صحيح كنت زعلان منه قوي من يوم حكايه الشوكولاته دي، بس بيني وبينك الملعوب عجبني قوي. لا 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 ده ملعوب دمه سخيف. طب ايه رايك بقى تيجي ناخد بطرنا منه ونرد له ملعوب ده؟ ازاي؟ انت بس تعزميه وتخلي بقى عليا. ماشي ماشي يا روح يا روح. واضح انك شفيت ووفيت عباس، واكيد زوجتك ده في ايدك تمام. متشكرة دكتورة مارجريت، اهلا بيكي. بحبش المسدس يفرق. انت عصبي وبتنرفز بسرعه. ما تقلقش يا عباس خليه في المكتب وانت مروح هتاخده. يو بليز خلاص دول يا اديب دول يا تمشي. اوكي مرفوس فين؟ كان في 10,000 جنيه هنا في الدرج. طب هندور عليهم. انا لسه حاططهم بايديا دلوقتي. طلع الفلوس يا توفيق. فلوسي يا باشا رجع له الفلوس يا توفيق. فلوسي يا عزتك. الله ما راحت فين؟ طارت؟ ما اعرفش راحت فين. يا وفاء كريمه هشوف الناس دي اتقبلت ولا ايه؟ هي سرقت 10,000 جنيه بتسميها لعبه؟ لا كده بقى الملعوب بايخ قوي. لا بقول لكم ايه، اذا الفلوس دي ما طلعتش هتخوهم واحد واحد. انا بقول لك كده الملعوب يبقى بايخ. والملعوب اللي انتوا عملتوه معايا في الجزيره كان دمه خفيف لما تسيبيني عشان تهربي مع البغل ده على باريس؟ لا برافو طلعت عن تيل وعرفت تخمن بصحيح كده. برضو جرجرين لغايه هنا عصمت عشان اتبهدل بالطريقه دي. امال البهدله اللي انتوا عملتوها فين انت وبنت عمك بتسموها ايه؟
يا مفترقين تخلوني اعوم 2 كيلو لحد ما اتخشبت وكنت حمود، واخرتها حضرتك تضحك عليا وتقولي انك سبتيني في الجزيره عشان تقطي منك قطه. يا اخي قطك عزرائيل. انت عايز ايه بالظبط؟ انا هاخد بطاري منكم واحد واحد. حضرتك بصفتك مراتي اللي خمتني، والبغل اللي حرضك على الهرب، والعقربتين اللي ساعدوك على التمثيليه. اتفضل انتقم وخلصنا. لا انا مش مستعجل على الانتقام لنفسي، انا كل اللي يهمني دلوقتي الغلبان هريدي. هريدي هريدي عمك عباس بيه. توفيق بيه ضربك مش كده؟ مظبوط. اضربه زي ما ضربك عباس بيه. انا جنتلمان وخلاص سمحته. هتضربه ولا اضربه انا بالنار؟ عباس بيه اضربه. توفيق بيه لو سمحت بدل ضرب بالنار اضربه وخلصني. اي دونت كير. الدكتوره مارجريت والمساعده بتاعتها ماري، ودول شهود الاثبات بالنسبه للاستاذ عباس، بياكدوا في شهادتهم انهم شافوكم كلكم وانتم خارجين من المكتب. بس ده مش دليل على ان حد فينا سرق ال 10000 جنيه. هو الاستاذ عباس هيتهمكم بالسرقه ليه؟ هو اتبلى علينا بالسرقه عشان كنا عاوزين بس. مفيش داعي ابدا نفضح نفسنا في اقسام الشرطه. ايه اللي تشوفه يا حضره الضابط؟ انا بشوف يا زهيره هانم ان الحكايه لازم تتحل وديه مع الاستاذ عباس، ده قبل ما احول المحضر للنيابه. نيابه؟ نيابه ايه؟ موقفك انت بالذات صعب شويه. ده مسدسك؟ ايوه بتاع. لو المحضر اتحول للنيابه هتتوجه لك تهمه السرقه بالاكراه. عاجبك كده؟ مش انت اللي قلت لي اديله مسدس؟ شرب اسهل تصف الدحيه. انا في الناس دي وجاني صلى عنك ما سمعت. وانا كل ما اقول لك حاجه لازم تسمعها؟ كفايه كفايه بقى، زهقتوني في عيلتي. أوعدك إني أحل الحكاية والدين مع عباس. ممكن نمشي دلوقتي؟ ده مش قبل ما أسجل في المحضر إننا أفرجنا عنهم بضمان حضرتك. المرحوم أبو عصمت كان بيكره البنات قوي، وكان عايز مراته تخلف له ولد ويسميها عصمت. حد يقدر يدخل في إرادة ربنا؟ وللأسف أمها ماتت بعد ما ولدتها على طول، لكن أبوها صمم إن يسميها عصمت ويلبسها ملابس الصبيان. تصور يا عباس انها بعد ما كبرت وبقت في سن المراهقه رفضت انها تلبس اي لبس من لبس البنات اللي في سنها. ده حاجه مش معقوله ابدا. عشان كده طلعت دماغها ناشفه. ابوها هو اللي جانا عليها. طب ولا ذنب ايه بقى ان ابوها مش عارف ربيها؟ يعني ده جوزها ومن حقك تربيها. طيب ما دام انا جوزها بقى ومن حقي اربيها، ارجوك تساعديني بقى وتنفذي كل اللي حولك عليه. ممكن؟ ايه اللي بتقولي ده يا عمتي؟ انا لا يمكن اوافق على الكلام الفارغ ده. والله دي شروط عباس انه يتنازل عن المحضر، فلو حتى عرضت عليه ادفع له ال10000 جنيه رفض. شفت؟ شفت العنتيل المفتري عايز يعمل فينا ايه؟ يا جماعه انا موقفي في المحضر اصعب منكم كلكم. وبعدين اي دونت كير، ده نموت ولا خليهوش ينفذ شروطه عليا. يا اخي تنيلي على خيبتك اللي ما وردتش على حد. انت ناسيه ان عباس لسه ما تنازلش عن القضيه بتاعتك؟ عنه ما تنازل. سيبكم الكلام المهبوشه دي، كل واحد يدور على مصلحته. بص انت وهي، انا صحيح وردتكم معايا في الحكايه دي، لكن انا لا يمكن اخلي حد يذلني ويجرح كرامتي ابدا. والجردل والفوطه هديه مني ليكي. انا راجع بعد الظهر، اذا ما لقيتش البيت ده زي الفل مفيش اكل. خدوا بالكم اي لعبه من ورا ظهر هعرف على طول. في حد فيكم بيشتغل جاسوس الحساب؟ ما تخافش ما تخافش اللي في بالي. توفيق وهبه اتبهدل كده. انا بعلمك صنعه عشان تاكل منها عيش. بقى انت كنت عايز تخطف مراتي وتهرب بيها على باريس؟ والله هي اللي وزتني على كده. اللي وزتني؟ وزتني؟ طب ايه رايك بقى اللي وزتني انك تشتغل 4 ساعات زياده؟ بس انا عندي رندبو. لا ما ينفعش كده، ده ظلم.
انت مش رشيت عدو بخمسين جنيه عشان اشتغل بدالك؟ انت كل حاجة تعرفها هنا، يعني انا ادفع فلوس اتبهدل كمان؟ اذا ما نفذتش كلامي هتشتغل ست ساعات زيادة. I don't care. يلا توفيق اشتغل. Don't touch. يلا يا توفيق اشتغل. اشتغل. امال فين شجرة الضر؟ إذا ما جاتش بعد خمس ثواني مش هتاكل. حد أذن لكم تقعدوا؟ يعني إحنا هنموت من الجوع. حسب تقاليد زمان أيام ما كان الراجل راجل والست ست، الراجل هو اللي ياكل الأول، حريم يخدموا عليه. حرمة عليك عيشتك. احنا مش حريم يا شهريار. شهريار كان بيقطع رقبة الحريم اللي ما تسمعش كلامه. انا بقى هبقى ارحم من شهريار. محدش فيكم حيدو فتفوتة الا لما يسمع كلامي. يلا موقف لبخص اكل. لذيذة بشكل السم الهاري. ما حدش بصول على باكل. يلا نزلوا وضربوا. يلا يلا منك ليه؟ ما احنا ميتين من الجوع يا كوتش. ما دام طلعتوا كويسين وبتسمعوا الكلام اتفضلوا اطفحوا. اتفضلوا اطفحوا. يلا
نامي على السرير وانا انام. مالكش دعوة بيا. الأرض ناشفة عليكي مش هتستحمليها. أنا استحمل أي حاجة إلا أن كرامتي تتهان. أنت متضايقة عشان وفاء وكريمة رقصولي؟ طب ما كنت ترقصي لي أنت. أنا مش جارية عشان أرقص لك. شرع الدين فرضوا على الزوجة أنها تسعد جوزها بأي طريقة وإلا تبقى ناشز. يعني إيه ناشز؟ لو زوجة متعلمة زيك ورفضت أن جوزها يبوسها من يوم ما اتجوزها تبقى ناشز. سلام. وتبقى ارتكبت معصيه قدام ربنا ومش بعيد تخش النار. اخش النار عشان ما رضيتش ادي لك بوسه؟ ده انت لو بوستي في وشي تبقى ارتكبتي معصيه. شوفي انت بقى بوستي في وشي كم مره من يوم ما اتجوزنا. لازم تفهم ان لجوزك حقوق عليكي قبل ما تطلبي بحقوقك كزوجه. حقوق ايه؟ من يوم ما اتجوزتك وكل حته في جسمك حلالي. معقول ابقى متجوزك وتحرم عليا حتى اني المسك؟ كان لازم اهينك ما دام اهنت رجولتي. خلاص، اذا كنت اهنت كرامتك ورجولتك عشان بوسه، اتفضل بوس. انا مش كلب عشان ترمي له عظمه. لازم تعرفي ان انسان ليه مشاعر واحاسيس. شوفي يا عمتي، انا بعد الاهانه والذل اللي انا شفتهم على ايدين لانتين امبارح مستعده اتحبس مليون سنه وعنه ما تنازل عن القضيه. للاسف عباس حرمك حتى من انك تتمتعي بالسجن. قصدك ايه؟ عباس طلع راجل شهم نبيل عنده ضمير، اتنزل عن القضية من أول يوم جوازكم. ليه ما قلتيليش الكلام ده من أول يوم يا عمتي؟ والله دي كانت رغبة عباس وأنا نفذت رغبته. أكيد العنتيب ده عايز يجنني. لما هو شهم وعنده ضمير بالشكل ده صار يبهدلني ويذلني بالشكل ده ليه؟ الوحيد اللي يجاوب على السؤال ده العنديل جوزك. يلا يلا يا ابني استر يا اللي بتستر. الماء وصل. نعم. انت فين يا راجل؟ انا قلبت عليك الدنيا. خير؟ اولا انا مبسوط جدا ان خدت دارك من عزمه وتوفيق الله يحرقهم. وثانيا جايب لك خبر يفرحك قوي. انت عمرك ما جبت لي خبر واحد يفرحني. حسن هنا افرح عديلة اتصلت بيا من المانيا. عديلة؟ قالت لي ابلغك ان الدكاتره في المانيا ممكن يعالجوك من عائله عملت لك بنت وهبه. والله فيها الخير عديلة. اوعى تكون قلت لها انك اتجوزت. صراحه فاتتني الحكايه دي. الحمد لله انك ما قلتلهاش. ريمك مين؟ بيني وبينك جوازت من بنت وهبه مش هتعمر. وايه علاقه عديلة بالكلام ده؟ عديلة هي اللي تنفعني. انت عايز تتجوز عديلة؟ مش كانت خطبتي؟ انت عايز تكوش على ستات الدنيا كلها؟ يا باي انت بفكرني بقاسم السماوي بتاع الاخبار. الله يحرقك. لو سمحت يا باشمهندس. الله يحرقك. الزهير هنا معاك يا باشمهندس. الله يحرقك. الله يحرقك. وقول لشيخ القبيله اني لقيت ليلى والليله عيد. يا سلام
شايف النهارده جو جميل قد ايه؟ الواحد لما بيبقى متفائل يشوف كل حاجه حلوه. اه انا النهارده متفائل جدا ونفسي احضر الدنيا كلها. ايه اللي مخليك متفائل قوي كده؟ اصل افتكرت الايام الجميله اللي قضيتها مع المرحومه مراتي. اكيد كانت ست طيبه جدا، كانت زي النسمه ما تسمع لها صوت. كنتوا بتتفاهموا مع بعض ازاي؟ كانت بتحس بيا وتفهم انا عايز اقول ايه من غير ما تنطق ولا كلمه. ليه؟ كانت خارسه؟ لو كنت عرفت ايه معنى الحب كنت فهمت ان الصمت اعظم لغه بين المحبين. وما دام كنت متجوز ست رقيقه بالشكل ده، ايه اللي خلاك كنت هتتجوز الست اللي انا شفتك بتقطها في الشارع؟ انا لما فكرت اتجوز عديله كانت بالنسبه لي زي الاسبرينه اللي هتضيع مني صداع العزوبيه. يعني كنت هتتجوزها وانت ما بتحبهاش؟ اه بس كانت ست وقدرت تستفز رجولتي. يعني كانت مجرد بقرة او جاموسة؟ ولا كنت لقيت البني ادمة اللي تحس بيا عشان نحب بعض ونتجوز وقلت لا. طب فضل معايا. على فين؟ بعدين هقولك. انت لسه جاية تعبانة من السفر ومحتاجة ترتاحي، ما تيجي تريحي عندي في البيت لحد ما نلاقي حد يوضب الشقة بتاعتك. انا معايا مفتاح شقة عباس وهو بالمرة اطمن عليه. مفتاح الشقة معاكي؟ ربنا يوفقك. الله يحرقك يا عباس، قرب نار غيرة بقى. تسمح تنزل؟ انزل فين؟ تقطع لنا تذكرتين على باريس. ليه؟ ليه؟ عشان تتعالج من المصيبة اللي أنا سببتها لك. لا لا لا، أنا كده راضي باسمته ونصيبه. كفاية عليا يا حبيبتي إنك أنت حاسة بيا. أنت عايز تعذبني ولا إيه؟ من فضلك ما تعذبنيش أكتر من كده. يلا انزل بقى، ورايا مشوار مهم. مشوار ايه؟ على بال ما انت تخلص اكون خلصت اهم حاجه. انزل. هحصلك على البيت. ماشي. عباس عباس يا عز عباس. كده يا بيبس ضربتني بومبا. لا داعي للسفر مدام انتيل، مستر عباس كفي تمام. خاف؟ خاف من امتى؟ انا عملت له تجربه على جهاز رد الفعل، جهاز سجل اعلى رقم قياسي. انا بحبك قوي يا دكتوره، بحبك. انت اعظم دكتوره في الدنيا. انا هجيب لك زباين في العياده قد كده. يا خاين يا غشاش، بقى انا اقطع المنحه بتاعتي عشان اجي اخدك للعلاج ارجع عليكي اتجوزت. بصي ايه بس عديله، ده الست اللي عملت لي مشكله وانت عارفاها، دي جنازه مش جوازه. يا سلام، وصوره الفرح دي بروفا عشان تعرف تتجوزني؟ نبي عديله سيبني في حالي، انا بقيت دلوقتي راجل صاحب عاهه، لا انفعك ولا انفع غيرك. انا عاوزاك بعهدك زي ما انت. ازاي بس وتميلي بختك؟ انت مالك، انا موافقه وراضيه اميل بختي زيها. عارفة دي انا اتجوزتها ازاي؟ عباس من فضلك يا عديلة، ده فعلا حيوان. دي عديلة اللي كانت خطبتي. طلقني يا عباس. طلقها يا عباس، خلينا نتجوز. انا لا هطلق ولا هتجوز. لا يعني هتطلق؟ كلمني زي ما بكلمك، انا مش عايزه اعيش معاك. هو بالعافيه مش فاهمه، مش عايزه افهم اي حاجه. سيبني
هو الجواز بالعافية يا اخي كان عافية؟ لو عندك ذرة كرامة تطلقني. بس بس انت طالب اتجوزت يا عنتر خليك ثلاثة. برافو الكلاب اتجوزت وخلفت. عدت على ايه ولا ايه ولا ايه؟ 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 مش عارف ان ده ملاي بارتي. انزل اتلف ملاي سرير. اتلف ملاي سرير ليه وانا مملوك ادب؟ مرجوك ايه الدفه دي؟ ده توفيقي عامل حفله بمناسبه الطلاق. هو الطلاق بيعملوا له احتفال في الايام دي؟ عمتي يا عبدالله. عباس قوم البس هدومك يا عديلة. وايه المناسبة؟ نروح للمأذون. ما كانش نعذر ولا باع جزر. مش كنت ملوف على الجواز؟ ودي اعمل فيها ايه؟ مين اللي جابلك الدبلة دي؟ يهمك قوي تعرف؟ يهمني اعرف من الحمار اللي انت فضلتيه عليا. انا الحمار يا عباس. انت مرزوق اللي بتسرق مني خطوبتي. كفايه بقى، انت اللي سرقتها من يوم ما قلت لك عايز تتجوزها. عشان بحبك كتمت على قلبي وما فتحتش بقي بكلمه. خلاص عديل انسي اي حاجه قلتها لك، واعتبر الشكه اللي جبتها لك ب 2000 جنيه و60 قرش شبكه الاستاذ عباس اذا كنت عايز تتجوزيه. انا بقللت الاصل لو فكرت كده يا مرزوق. ده انا لما قليل الزوج زي ما قلتلكمش الف مبروك من قلبك. ربنا يهنيكم ببعض. اهو بقى عندي فرصه نقع عليك، بس ما تنساش تعزمني على الفرح عشان اجيب لك بطارخ. فاهم طبعا. مبروك يا امك علي. وبعدين العبط ده واحنا رايحين نعزي حد يلبس فستان اسود يوم فرحه؟ خلاص ناجل الفرح لما نعمل فستان ابيض. لا 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 مش الدرجه دي، ده انا حتى كان نفسي كل فرح يبقى بالمايوهات. تصوري برج الحظ بتاعي بيقول ان النهارده اسعد يوم في حياتي. يلا يلا احسن الناس كلها تحت. اوكي ايه الكلام الفارغ اللي بتقولولي في التليفون ده يا متر؟ ده مش كلام فارغ يا عباس، ده القانون والشرع اللي بيدي اي واحده ست مطلقه الحق في انها ترفع قضيه نفقه على جوزها. ما دام بنت وهبه طلعت شحاته بالشكل ده انا مستعد ادفع لها النفقه بتاعتها على الجزمه. كويس. طيب والنص مليون جنيه مؤخر الصداق؟ انا حبيت اثبت لهم ان النص مليون جنيه اللي سيادتك طلبتهم لي كتعويض بعد الحادثه، ان ده مش ابتزاز وان احنا مش طمعانين في فلوسهم، قلت يبقى مؤخر صداق. يعني ليهم؟ يجوا يطلبونا بيهم دلوقتي؟ احنا خدنا حاجه. طيب ما دام حضرتك طلعت فنجري بقى بالشكل ده،
يبقى لازم لما اخذ الكوع النص مليون جنيه. يعني ايه؟ يعني الدافعية الحبس. يا الحبس؟ عباس عباس مبسوطة؟ أو كلت طعم؟ بس يا ربي الحقها قبل ما ينكتب الكتاب. اطمن يا طبيبي، خطيبتك هترجع لك. ده المأذون مستني في البيت عشان نكتب الكتاب النهارده. تاني انت ما حرمتيش اكسرها لك. سيبني ايه؟ اعمل فيك ايه؟ سيبني اكسرها لك. بقول لك انت عايز مني ايه؟ مش طلقتني خلاص؟ انت لسه مراتي وبقيت يوم على العده. لو كنت اتجوزت النهارده كنت وديتك في 60 داهيه وانا رجعتك دلوقتي. موافقه؟ بحبك. ايه؟ بحبك. ايه؟ بحبك. اهم يا حضره الضابط. ايه ده حضره الضابط دي بتحب؟ اي دونت كير. وبعدين ما اتجوزش واحده بتتباس. خمسة ستة كل اللي مضايقك في الدنيا ارميه وراك وانساه وبص بص أبلع. حس حس أبلع. هس هس تلقى لي يا باشا وفتح لي الهوا.